عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية ملء هذه الاستمارة، لأن التسجيل سيكون عبر الموقع في المنحة والإيواء، والإيواء معناها الإقامة والنقل. نبدأ على بركة الله. قبل ما نبدأ، هو أنه الموقع فيه خلل تقني، يعني أنكم ما تقلقوش اللي ما قدروش يدخلوا للسيت أنه فيه خلل تقني. نبدأ على بركة الله، هو أنه نبدأ نشرح كيفية ملء هذه الاستمارة. الحالة الاجتماعية لدى الأولياء، يعني هل هو متزوج أو مطلق أو متوفي أو مفقود، كذلك الأم. مهنة الأولياء، هو أنكم تديروا مهنة الأولياء تاعكم، اللي تاجر يدير تاجر واللي بطال يدير بطال إلى آخر ذلك. مستخرج الضرائب للوالدين، هو أنه اللي يخضع للضريبة يدير بالدين، واللي ما يخضعش للضريبة يدير صافي. بالنسبة لي، هل أنت مستفيد من أي تخصيص مالي؟ لجميع الطلبة اللي أول مرة يعقبوا البكالوريا يديروا لا. بالنسبة لأحرار وكبار وأنهم يخدموا وعقبوا البكالوريا ويخدموا في الوظيفة العمومي، ما عندكمش الحق في المنحة. بالإضافة أيضا رقم حسابك البريدي الجاري سي سي بي، روحوا أخدموه، كذلك المفتاح والدخل السنوي. بالنسبة للتجار، الدخل السنوي ديروه أبي بري، لأنه بعدها يطلبوا منكم فوتوكوبي تاع الريجيستر، فبالتالي يقولوا الأولياء تاعكم يعطيكم كشف الراتب، لأنه الأم إذا عاد تخدم والأب يخدم، المنحة أنها تنقص شوية، اتفقنا؟ فبالتالي المنحة تتمد حسب كشف راتب الأولياء. أتمنى أنكم فهمتوا وبالتوفيق.